وناس يتصلوا من أمريكا ومن اليابان ومن الصين ومن الدول العربية والإسلامية، السعودية، الكويت، الأردن، لبنان، مصر إلى آخره، استفادوا من هذه الدعوة. وبفضل الله عز وجل وحده لا شريك له وبمنته، ما استطاع إلى الآن الأعداء من أهل البدع، سواء كانوا صوفية بكل طرقهم أو إخوان مسلمين بكل أشياعهم أو رافضة أو تبليغين أو غيرهم، من تفتيت هذه الدعوة السلفية المباركة. لكن أنا أنصح نصيحة، وأسأل الله أن تكون لوجهه الكريم وأن يتقبلها مني ومنكم جميعا. دائما يا جماعة، أي دعوة تقوى الأعداء ما قدروا على من الخارج بيحاولوا ينخروها من الداخل، وهذه يعني مسألة معروفة وراجع جميع التواريخ. حتى لما ما استطاع الأعداء يهزموا الصحابة وهؤلاء الناس الأقوياء في دينهم وإيمانهم، دسوا واندس بين صفوفهم من ليس منهم، كعبد الله بن سبأ اليهودي وغيره من الأمثلة السيئة. فبناء على هذا أنا أوصي إخواننا جميعا، الحمد لله الناس كلها دعاة أحسب على الخير، والله حسيبكم ولا يزكى على أحد، عدة وصايا. الوصية الأولى التحابب والتوادد والتراحم فيما بيننا. قال الله سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالتراحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وامتن الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فدي مسألة مهمة جدا، وهي السبب الأعظم في فرتقة أي ناس كانوا ماشيين صح وشغالين دعوة. التباغض والتحاسد والتناجش والتدابر والاختلاف والتنازع وكثرة الجدال في أشياء قد تضر ولا تفيد أبدا، وربما لا تفيد ولا تضر، ولكن الجدال فيها يضر في حد ذاته. النصيحة الثانية: تصفية القلوب فيما بيننا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحاسد ولا تباغض. وقال صلى الله عليه وسلم: دب عليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، تحلق الدين بتاعك تنتهي منه تماما. إذا شفت ربنا سبحانه وتعالى أنعم على أخيك بنعمة في دين أو نعمة في علم أو دنيا أو مال إلى آخره، فما عليك إلا أن تدعو الله له بالبركة وبالخير، وأنت بدورك تسأل الله من فضله. قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. كذلك الثالثة: احترام بعضنا البعض، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يحترم الطالب شيخه ومشايخه ومن كانوا قبله في الدعوة أو في العلم. وده من السنة يا جماعة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من السنة إكرام حامل القرآن غير الجافي فيه، أو كما قال، أنا ما أذكر النص بالضبط، قال: وذي شيبة المسلم، يعني الكبير يعني. الوصية الرابعة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى في حمل هذه الدعوة. الإنسان بقدر الإخلاص بقدر ما ينال الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد منك عملا كثيرا بقدر ما أنه سبحانه وتعالى يريد منك عملا حسنا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا.
وأحسن عملا يعني أخلصه لله تعالى، وأصوبه أي متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يخلص النية ويتقن العمل بإخلاص النية وباتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. واعلموا أيها الإخوة الأفاضل الكرام أننا غير مخلدين في هذه الدنيا، وإنما هي أيام وساعات نقضيها، وكل منا يمضي إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه بعد رحمة الله عز وجل إلا عمله، إلا عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك خامسا أو سادسا: إحياء شعيرة أو عبادة النصيحة فيما بيننا، وأن تقبل هذه النصيحة. لقيت أخوك في خطأ أنصحه، ولكن لا تكون النصيحة لأخيك السلفي إلا بالتي أحسن، بعيدا عن المهاترة وبعيدا عن المنابزة وبعيدا عن روح التشفي أو الانتقام أو إلى غيرها من الأمراض الدنيئة الرذيلة، وإنما تنصح أخاك شفقة عليه وخوفا عليه من نار الله سبحانه وتعالى وأليم عقابه، وإرادة للخير له بعيدا عن التشهير به وفضيحته، لأننا غير معصومين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. سابعا أو سادسا: الاهتمام والاشتغال بطلب العلم، ولا سيما علم العقيدة والتوحيد، وإزالة الشبهات حول العقيدة الصافية التي تركها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أهل البدع اليوم بمختلف أسمائهم وطرقهم ونحلهم صاروا يلبسون الحق بالباطل، وهذه أخطر مرحلة لأهل البدع في ضلال المسلمين، ولكنها تحتاج هذه المرحلة إلباس الحق بالباطل، تحتاج من أهل الحق ومن دعاة السنة مجهود أكبر من أي مجهود آخر. يعني أنت كنت تدرس السنة، الآن لازم تدرس السنة والشبهات الحولة، وتدرس العقيدة والتوحيد والشبهات الحول التوحيد كلها، في التوسل شبهات، في التمائم شبهات، في التوكل شبهات، في دعاء غير الله شبهات، في علم الغيب شبهات، في إثبات الربوبية ذات، وإنه ربنا الخالق والرازق، دي الآن ذاتها بقت فيها إشكال، فنحن نقعد نشاكل ببعض أو نشتم بعض أو ده ضياع للدين. ولكن دي ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيع من كل الناس، إنما بيضيع منك أنت، ضياع للدين منك أنت، وبتضيع نفسك. ربنا قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومتى ما وقع النزاع بيننا، متى ما ضيعنا الله سبحانه وتعالى. الوقت اللي يقع النزاع بيننا والناس يتخاصم في أقل الأشياء، في أقل الأشياء، شفت كيف؟ بتفشلوا. ربنا قال: ولا تنازعوا، بيحصل شنو؟ فتفشل وتذهب ريحكم. يحصل نزاع بتفشل. ناس كانوا ماشيين كويس قبلنا كتار، كنا معاهم، اتنازعوا فشلوا، فشلوا تماما. وناس كانوا أعلم مننا بمليون مرة تنازعوا ففشلوا، وظهرت بدعهم وأخطاؤهم وسرقاتهم وغيرها. فالناس تتقي الله سبحانه وتعالى، دي دعوة ربنا يا جماعة، وزول يتقي ربنا فيها، ما حق الزور. أخطأت في شيء نصحوك تنتصح، ولا كرامة، ولست كبيرا على القرآن ولست كبيرا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النصيحة تكون بالطريقة التي يحصل، ما أسلوب أهل البدع اللي بنعامله أهل البدع وبنشهر بهم ونحذر من المسلمين، ما يكون أسلوبك مع أخوك أنت، لا يختلف يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة، وديل أهل الحق، ديل أهل السنة، ديل السلفيين المقصودين هنا في الآية، ما مقصودين مع أهل البدع. جزاكم الله خير، بارك الله.